It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. Saw you with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrounded. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you knew the time is here at last. True love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. So tender, my heart was captured, my soul surrounded. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you knew, the time is here at last. It's now or never. حلوة قوي 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 زي ما الناس شايفة تتحدث عن نفسها من كتل الرقي والجمال اللي شايفينه في الديزاينز النهاردة حاجة تفرح. كل مرة تانية النهاردة نرحب بمصممة الأزياء عزة فاضل اللي مشرفانا ومنورانا بوجودها وبالحاجات الحلوة قوي اللي هي عاملاها. ميرسي يا رب. أنا منبهر. ربنا يبارك فيك. بجد. ميرسي جدا. إيه ده؟ أنت بقالك دي تالت كوليكشن؟ آه. طيب أنا عايز أعرف أنت بدأتي إزاي الأول؟ بدأت أنا تقريبا بقالي أولموست أربع سنين بس يعني ثلاث سنين في ظهرت يعني في الماركت يعني. أوكي. لكن البداية جت إنه أنا عجبتني فكرة إنه عايزة أبيض وفكرة إن أنا يعني أبيض وأسود إن لا 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 انا بكلمها من جوه اتكلمي عادي جدا انا مش شغل الموقع سوري اتفضل. البدايه جت ان انا شفت حاجه شبه كده بره انه ابيض واسود فعجبتني الفكره قلت طب ما ده اوريدي ده ينفعنا احنا از محجبات كانت البدايه كده انه اعملها انها تبقى
قطن 100% تبقى كل خاماتك مصري؟ كل خاماتي بتتصنع كمان مخصوص للبراند. اسمه البراند فازالي. فانه يعني ايه فازالي؟ ليه اسمه ليه معنى؟ طب تتخيل ايه يعني؟ لا مش عارف. فازالي ده اسمي. عزة عزة فاضل. عزة فاضل لزقتيهم في بعض؟ عزة فاضل علي. ودايما بتقال طلعتي فازالي. فجت كده. ربنا بحب الحاجات دي قوي. هي يعني اللي اسم يونيك قوي مختلف يعني. ما هي بنت خالتي وجوزها ربنا يبارك فيهم هم اللي عملوا الكولكشن دي عشان يطلعوها بالشكل ده، لانه كان نفسي حاجه باسمي الاول تبقى عزة، وبعدين ما كانتش هتبقى لطيفه. فحط دايما معروف لما تركز ما بين تحط حاجه ما بين حاجتين يعني أوكي. تلفت النظر أوكي. فكان فازالي كانت اقرب حاجه انها عزه فاضل علي. اوكي طيب وابتديتي كل حاجتك بلاك كله ابيض واسود ما بتعمليش الوان؟ ابيض واسود بس. طيب اتكلمي على الكولكشن دي، انا شايف الكولكشن دي فيها حاجه اسبانيولي. انا شايف كده. انت عارفه حاجتك فنيه، فكل واحد هيشوفها من منظوره الخاص. بص انا طبعا انا عندي حاجات ستايلز كتيره جدا، فانا قصدت ان انا اطلع بس الخمسه دول انه في الاول علشان دول فيهم روح من بعض. و دول يعتبروا ابريمي دي اللي بعد الظهر كوكتيل خطوبه ممكن يتراح بيهم. ممكن يتلبسوا في حاجات كتير قوي. في بعضهم ينفع في عزا. الحاجات السوداء قوي. يعني انت عامله كمان مجهود ومستخدمه القماش ولعبه بحكايه مش عارف بتسموها الفولونات او مش عارف الحاجات اللي هي. بس انا هقول لك انا قصه الموضوع بقى. ده احكي لي قصه. هقول لك ده كانك احنا كالبدايه كانت علشان المحجبه دايما بنلبس طبقات كتيره فوق بعض، فاحنا بنبقى عايزين حاجات تبقى كلها سوفت وتبقى قطن عشان ما نتحرش وكده. وده كان البدايه. وسبحان الله انه بقى الغير محجبات كمان هم يعني دلوقتي بقى ده الاكتر عندنا الغير محجبات. اوكي. والقطن يعني ده قطن اللي على ده قطن؟ قطن. وعامله والكولا دي الاساس بتاعنا يعني. بقى بالنسبه لي ده سواري الجسم نفسه. ما هو الجسم نفسه ليكرا قطن من 92% ل 98% قاطن. وبعدين بقى ببتدي بقى احط معاها كلفه بشكل اذا كان تول اذا كان اورجانزا اذا كان يعني أوكي. هتشوف انت حتى كمان اللي جاي. اوكي طيب بس انت حكايه ان كل كولكشن صيف شتاء ابيض واسود ده مش بيحدد شويه الزباين بتوعك؟ ممكن يبقى واحده ما بتحبش الابيض والاسود ولا ما فيش كده؟ لا انا معتبره نفسي انا اكسسوري لللبس مش انا اللبس. يعني حتى متابعه البراندز الكبيره الموضه السنه دي مثلا حاجه لغايه هنا، طب انا عايزه اكمل تحت كاني انا اكسسوري لللبس. حتى في المعارض لما ببقى بره، انا بعرض في امريكا وفي لندن، بحط نفسي في المكان بتاع الاكسسوارز. فاهم قصدك ايه؟ لان انا مكمله لللبس. اوكي زي مكملات اناقه. وساعات بيبقى مثلا حد عندها سوت مثلا بتاعها او لبس وعايزه تجدده. انا تيجي تلاقي عندي الابيض بقى تجديد اسود. طب تعالي نشوف الكولكشن الكاجوال خلاص ونرجع نكمل كلامنا نشوف الجزء الثاني من الفاشن شو. اتفضل. Gonna be a cold, lonely summer. I feel the emptiness. I'll send you all my dreams. Every day and a letter sealed with a kiss. I see you in the sunlight. I hear your voice everywhere. I run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer.
summer, knowing the light remains. So let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. عايز لفة الكرسي لازم اعملها. فاجئت عشان راسي تلف. طيب انت ليكي ستايل خاص جدا. لسه عند رايك برضو ان متاثره بالاسبان برضو. والله برضو حتى بعد ما شفت كده كاتالونيا ستايل بالجيبسي ستايل هو عنوانك ده اللي انا شايفه. صعب. ودي من اصعب الحاجات. خلتني اخد بالي من كده. دي من اصعب الموديلات وبتحتاج قص. يعني انت اللي بيقص انت عندك مقص ضهر اللي بيقص لك ده فنان عشان الحاجات البوفون اللي هي زي البرميل والحاجات المدوره دي دي اصعب حاجه عشان تطلع مظبوطه والحاجات المتنشيه والكلام ده صح. لا فطبعا شابو برافو عليك برافو عليك ربنا يخليك. وانا عايز اقول لك مش يعني انا فرحان بكل الديزاينرز اللي بيجوا لي الفتره اللي فاتت كلكم عاملين شغل حلو قوي الحمد لله. فالصناعه المصريه بالنسبه لي بتزدهر واحنا شايفين ان الحاجات اللي جايه من بره كلها هتبقى غاليه قوي ودي حاجه بسطاني عشان الناس تشتري مصري ونشجع المنتج المصري ذو الكواليتي او ذو الجوده العاليه فده اللي بيحصل ده في مصلحتنا عشان نشوف الحاجات الحلوه دي بالكواليتي الحلو ده مفيش حجه لحد وكل الاذواق موجوده يعني حاجتك طبعا كتير قوي من البنات والسيدات المحجبات في حاجات كتيره من حاجتك ممكن تنفع معاها. انت هنا مستخدمه الليكرا شويه وده الاساسي بتاعي اوكي الليكرا ده الاساسي بتاعي وبطعم بقى بيه بالحاجات الثانيه معاها اوكي لكن طبعا انا سعيده برضو بفكره الصناعه المصريه دي يعني ده كان املي وانا في بدايتي كانت هي دي النيه ان انا عايزه بلدي بقى نفسي حاجه كده يعني والحمد لله يعني احنا كان نفسي اجيبها من بره لجوه وده اللي بدأنا فيه بدأنا بيه فعلا انه بقينا نعمل معارض بره و معلش هقطعك اتفضل انا اسف ده البلوزه دي او الحاجه دي فيها بليسيه كانت في السد البليسيه ده القماشه بليسيه ولا انتوا عاملين لا خالص انتوا معمول اوكي كل حاجه يعني من اول قماشه لغايه لما تتعمل كل حاجه اوكي والبليسيه انا عارف ان هو موضه قوي كمان السنه دي وانت عاملاه هنا لان البليسيه من الحاجات الغاليه بكذا شكل كمان طبعا داخل متعشق في بعضه زي البامبو عارف متدكك في بعضه ده صعب قوي انه يتعملوا كده يعني البليسيه لو جوب حاجه واسعه فستان واسع هيبقى سهل بس انت هنا جايباه وعاملاه مربعات صغيره ومتجمعه مع بعض ده اصعب حاجه في الدنيا الحمد لله فانت معاكي واضح برضو كرو شاطر قوي
ما شاء الله فعلا يعني الحمد لله. واضح ان حاجه معموله بحب ودي ده باين في وده ده التيم بتاعنا دايما انه يعني اصله عمرك ما تعرف تاخد حاجه من حد غير ما يبقى حابب. نوعيه الزبون اللي بيشتري من عندك، الزبونه اللي بتشتري من عندك ايه السن وايه الـ 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 يعني الـ اي ناس بتحب حاجتك؟ اشرحي لي. هقول لك انا كان المفترض انه يبقى من 30 لغايه 50 يعني كده. بس انت عندك حاجات كتير ترفع. وبعدين فجاه لقينا الشباب حابب حاجات. انت لقينا فيها حاجه انت كلاسيك اها وفي نفس الوقت في مودرن يعني أه. انت برضو دخلتي مع بعض. فعلا دي معادله صعبه جدا جدا ان عشان تعرف تظبطها. ففعلا بس الحمد لله احنا برضو عندنا ستايلز كتيره جدا غير كده، وفي حاجات للشباب مخصوصه يعني برضو. لما لقيت الشباب حابب كده فابتديت اركز اكتر كمان على الموضوع ده. فانت حتى احنا اول كولكشن شفناها هنقول عليها بريمي دي سواري بسيط ممكن. الكولكشن الثانيه كاجوال على بريمي دي لان في حاجه دانتيل كانت. الثالثه اللي هنشوفها ايه؟ ده هتشوفوا. انت بتحبيش تكلمي عن حاجتك؟ بحب تشوف حاجتي بتتكلم لوحدها. فجأة اي حاجه بتتكلم لوحدها ده حقيقي يعني. وعايزه اقول لك ان انا يعني انا سعيده وهم طالعين كده. انا سعيده انا نفسي مبسوطه بيهم. طيب هنشوف الجزء الاخير من الفاشن شو الخاص بعزه فاضل ونرجع مره ثانيه. خلاص اتفضلوا. It's amazing how you can speak right to my heart. Ooh, ooh. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. Say nothing at all day long. I can hear people talking out loud, but when you hold me near, you drown out the crowd. Say nothing at all. وعاجبني ان حاجتك كمان مش هتحتاج اكسسوارز كتيره وتتلبس في اوقات كتيره. فبرافو عليكي. وهطلب بس منك طلب كل ما يبقى فيه كولكشن جاهزه
تكوني تكلمي إيرا على طول وتجنى. طبعا انا استناكي كتير. ان شاء الله ان شاء الله. واحب اشكرك طبعا على على استضافتك ليا جميله. واشكر إيرا الجميله المنظمة. بنتكلم عليك يا إيرا. المنظمة واشكر ياسمين بامية. طبعا ياسمين بامية الستايلست طبعا يعني عشرة زمن اعرفها. وهي عشرة زمن معايا برضو في الفاشن شوز. هي اللي بتقوم بالموضوع كامل. أوكي. ربنا يبارك فيها. ويعني انا سعيدة. بس عايزة اعرف انا بقى اللي هسألك ايه رأيك؟ لا انا بيبان عليا. طب قول. قول اللي يبان. لا انا طبعا جراءه منك ان كل كولكشن بلاك اند وايت وكل الحاجات بتاعتك ابيض باسود وحاولتي ترضي جميع الاذواق. واهم حاجه عندي ان انت مستخدمه كل الماتيريالز المصري. حاجات عندك في بعض الحاجات فيها قصات صعبه. واخده قماشه كتير قوي. حاجات الجابو والفروفرو والكلام ده صح فعلا. واخد كميه قماش فالحاجات حلوه قوي قوي. عشان طب لسؤالك الاولاني لما قلت لي الابيض والاسود ليه ابيض واسود بس؟ انا استغربت. ايه احساسك بقى دلوقتي؟ لا عاجبني جدا. عرفت ان ابيض واسود تقدر تلعب بيهم قوي. وعاجبني احترامك للونين. يعني حتى البلوزه مثلا الاخرانيه لونها ابيض وعليها بنطلون اسود بس وجيوب بيضاء. ما حطيتش بقى جيوب اللي هو فاهمه. لا حاجات حلوه قوي. تسلمي. ميرسي. مشكورك. نورتيني.